القصة اللي انتشرت خلال يومين واستهداف عناصر حزب الله في لبنان بسبب تفجيرات أجهزة البيجر. خلينا نشوف الفيديو وما خلفت هذه التفجيرات. الو ها صار الانفجار وين الشيخ؟ وين الشيخ؟ ليك الشيخ مو بين الشيخ؟ ضحايا ومصابين بسبب هذه التفجيرات. خلينا نشوف أول مرة ونتعرف على البيجر. شنو هو البيجر؟ جهاز اتصال لاسلكي يطلق عليه جهاز الاستدعاء أو جهاز النداء الآلي. يستقبل الجهاز إشارات من محطة الإرسال لإبلاغ مستخدمه بأن شخص حاول الاتصال به. يستخدم لإرسال واستقبال الرسائل القصيرة أو التنبيهات عبر إشارات الراديو. يتكون من وحدة استقبال، شاشة عرض بطارية، ويستخدم في المستشفيات، في الأمان الصناعي، وفي الطوارئ. لماذا يستخدم؟ يفترض باستخدام البيجر تقليل إمكانية الاختراق التي تحدث عادة لمستخدمي الهواتف المحمولة، وخصوصا أنها لا تتطلب اتصال بالإنترنت، ويعمل بكلفة تشغيل منخفضة للغاية. وتعتبر تقنية جهاز البيجر الآن قديمة نوعا ما مقارنة بوسائل التواصل الحديثة، لكنها استخدمت بشكل واسع في الماضي. شلون انفجرت أجهزة البيجر؟ رجح مصدر لبناني تعرض بطاريات الليثيوم في أجهزة النداء الآلي البيجر للانفجار نتيجة ارتفاع حرارتها المبالغ فيها، حيث أن ارتفاع حرارة بطاريات الأجهزة وانفجارها يكون ناجم عن اختراق للخوادم المشغلة، مما سمح للمخترق بإمكانية تشغيل كود برمجي على أجهزة البيجر لزيادة الإشعارات الواردة لها، مما أدى لاستهلاك مفرط ومفاجئ لتلك البطاريات، رفع من حرارتها وأدى إلى انفجارها. كان للمجلس الوزاري للأمن الوطني رأي. القائد العام للقوات المسلحة السيد محمد الشياع السوداني يترأس اجتماع للمجلس الوزاري للأمن الوطني، واستمع المجلس إلى إيجاز مفصل بشأن تطورات الأحداث في الجمهورية اللبنانية، وأكد على الاستمرار في إرسال المساعدات الطبية والإنسانية لإسعاف المصابين. وشدد المجلس على المنافذ الحدودية باتخاذ الإجراءات الضرورية والوقائية لتجنب أي حالة اختراق محتملة، وكذلك شدد على التدقيق الأمني على المستوردات وبشكل مكثف قبل التعاقد عليها والتعامل مع الشركات الرصينة قبل عملية الاستيراد فيما يخص الأجهزة الإلكترونية. مشاهدينا خلينا نشوف الفيديو ونرجع لكم. هذه هي الطائرة الثانية، بعد دقائق سوف تنطلق محملة ب 15 طن من المواد والتجهيزات الطبية، وهي مقدمة من هيئة الحشد الشعبي. طبعا هي جزء من 40 طن سوف يتم إرسالها من هيئة الحشد الشعبي إلى أهلنا وأشقائنا في بيروت. أيضا هنالك عجلات إسعاف وكذلك كادر طبي متخصص سوف يذهب معهم لتشخيص أيضا الحالات اللي تحتاج إلى مساعدة وجلبها إلى العراق. أكيد هذا الجسر الجوي سوف يستمر إلى أن نساعد أهلنا وشعبنا. شاهدنا مشاهدينا كيف تمت هذه العملية وكيف المفروض نكون حذرين من هذه الانفجارات.